السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل عدة سنوات أجرى كرسي بحث أمراض الصوت والبلع والتخاطب التابع لجامعة الملك سعود واللي أتشرف بالإشراف عليه دراسة على عينة عشوائية من مدرسين ومدرسات في مدينة الرياض، شملت حوالي 350 مدرس ومدرسة من مختلف المراحل التعليم العام الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي. وزعت عليهم استبانة باللغة العربية تسألهم عن مشاكل لها علاقة بأمراض الصوت. وجدت الدراسة النتائج التالية: حوالي 33% من العينة العشوائية، يعني حوالي ثلث العينة العشوائية، كانوا يشتكون من أمراض في الصوت. 40% منهم كانوا يفكرون في مرحلة المراحل أنهم يتركون مهنة التدريس علشان مشاكل الصوت اللي عندهم. 30% من العينة قالوا أنهم تغيبوا عن العمل لفترات مختلفة بسبب مشاكل في الصوت. ولما سألنا جزء من العينة اللي عندهم مشاكل في الصوت هل تتابعون مشكلتكم الصحية في أي مستشفى أو مركز صحي متخصص في أمراض الصوت، 70% قالوا لا. والمفاجأة شوي لما سألنا هذه العينة هل عندكم خبرة في التعامل مع مشاكل الصوت عندكم، طرق الوقاية منها، طرق المحافظة على الصوت، 75% منهم قالوا للأسف لا. هذه الدراسة بيّنت أنه هذه الفئة العزيزة علينا في المجتمع، المدرسين والمدرسات، عرضة لمشاكل الصوت، يحتاجون التدرب والتوعية أكثر بكيفية العناية بالصوت وتجنب مشاكله، ومعافين دائما جميعا من كل شر.